هذه المحضرة محضرة قديمة الآن مضى عليها على تاريخها المعروف لدينا حوالي 300 سنة، وهي في الأصل محضرة أحمد بن محمد والده محمد ثم المبارك بعد ذلك ثم أولاد المبارك ثم أولادهم إلى أن وصلت إلى الشيخ. ومن المجددين فيها والده الشيخ محمد علي، فهو من الذين جددوها وشيدوها ووسعوها، وقد أخذه عن ذلك وكانت قائمة، وكان الشيخ محمد علي يدرس فيها وأبناؤه معه يدرسون وبعض طلابه وأقاربه. والشيخ محمد سالم رحمة الله عليه كان مشغولا في الفترة الوظيفية عن التدريس هنا في المحضرة بصفة دائمة، لكن لم يخلو وقت من أوقاته من التدريس، حتى في الطائرة كان يعجبه أن يأتيه من يسأله فيشرح له وهو الطائرة، وكان ينظم العلوم وهو الطائرة، حتى في نظم له يقول فبعض هنا ومته في القاهرة وبعض هنا ومته في الطائرة. وكان سئل عن اللحوم المستوردة من أوروبا فقال تفاحة جنية لتوها خفيفة مثل طعام جوها، وهو الطائرة خفيفة مثل طعام جوها حاصل ما اقتضى نصوص المذهب تحريم لحم أوروبا المعلب، فإن يقال أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد، ولو فرضناه فهم يلغونا ذكاة ما من ذاك ويأكلونا، ولو فرضناها فهم على الأقل غابوا وأكل الميت فيه مستحب. قلت ومن أحس مس السغبي فيهم يقول بقولة من العربي فهي إن زيفها المفتونة في عصره تؤلف المفتونة، لأن دين الله يسر ما الحرج عن مقتضى مقاصد الشرع خرج، وآية العقود في تحريم في لحوم أهل الكتاب حجة، وآية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام وحجة الإحزان قل مأخوذة مما اقتضته آية الموقولة، والحزم الاكتفاء بالأسماك والبيض والأخباز والفواكه. هذه الزواج الطائرة.